هنا ظهرت العصابة ولا لا؟ كيتشوف لأن هذا التبون مهما راح يطبع باللي العصابة اللي قصاتهم ونحوا أرزاقهم مش خايف بي سي بي، راهي آلاف اللي مضرورة كيمانا، آلاف. والله ما يقدر، والله ما يقدر، والله ما يقدر يرجع ليوزين، والله ما يقدر يرجع، لأنها العصابة باقية، مش هو اللي يحكم. اللي كانت تسير في سعيد بوتفليقه وتسير في تبون وسلال ويحيى، هي اللي راهي باقيه الى يومنا هذا. هما اللي يعطوا لهم والله العظيم. وانا دخل نروح لوالي تاع ولايه المدينه ونقول له قال تبون وهذه، يقول لي تتمسخر بيا يا رجل. انا كي يقول لكم ما تجيش التعليمات، التعليمات تجيني باريكري. دوك يقول لي هذيك الهضره تاع التليفون راحت باريكري وما نعرف. انا رحت للوزير العدل، وزارة العدل، رحت نشكي. واش قال لي؟ واش داري اللي بعثوا لي بريه؟ غادي من بعد يحطوها لكم في الـ يحب يقول باللي تبع اللي الشكوى المشار اليها بالموضوع على دراسته يشرف من تبليغكم ان علم استعمال طرق الطعن او التقاضي وفق الاشكال المنزل، وان وزاره العدل ليس لها صلاحيات افاده لجنه التفتيش بشان وقائع هي الموضوع قرارات واحكام قضائيه. انا نقول مدير املاك الدوله داني وزيني موالي اعطى المدير املاك الدوله قال دير كيما ما يقدرش يدير. قلت له انا طيب لوح خرج ضده، طيب لوح دير هذه بالسكاره بالعداله. قال لي ما نقدرش ندير. ها هو اللي غادي نديروكم تشوفوه عن طريق الفيسبوك وكل شيء. ما يقدروش. تبو نتحداه كون يقدر يفتح لي وزين، نتحداه. وماشي نقول لك هكذا باه يفتحوا لي، والله ما يقدر يفتحوا لي، ونتحداه ما يقدر يفتحوا. انا نهار اللي درت النضال تاعي ما كنتش نستنى في تبون يجي رئيس جمهوريه. مزات العصابه تحكم. هذا معين وليس منتخب، معين وليس منتخب. ما نكذبوش على بعضنا بعض، لازم الاحترام لاراء الناس. ربي سهل عليه، اللي حب يفوطي فوطه واللي ما يفوطاش رقده. بصح انا نقول لكم كلمه حاجه، باللي الحراك سوف يقوى على 6 اشهر، لانها غدوه المعطوب الجيش اللي ما حققتلوش احلامه يرجع للحراك، الحارس البلدي اللي ما حققتلوش الاحلام تاعو يرجع للحراك، وغدوه اللي ما حققتلوش احلام تاعو راح يرجع للحراك، لان الشعب فوطى للمصلحه، المصلحه الخاصه، كل واحد سيب المصلحه تاعو ومن حقه. انا ما كنتش نشوف المصلحه تاعي، لان هذا الشعب تضحي عليه تسمى كما يقول لك الانسان. حنا ضحينا في سبيل الله، الشهداء كون عفوا رواحهم ما ضحاوش من اجلنا في سبيل الله، شهداء، لانهم هذو ربي سبحانه دخلهم العلاج، دخلهم الجنه في سبيل الله. انا ما كنتش نستنى في تبون، ولا باه تجي تتمسر عليا تقول لي روحوا سقسوا عليه ولايته. انا ساهمت وقلت كلمه الحق والتاريخ شد لي. انت الجيل تاع هذا ما يفتش بيا، بصح الاجيال اللي راهي جايه هي اللي تستعرض بيا. احنا العرب، احنا كعرب، وقت شاهدتوا بنفوسكم، وقت استعرضوا مالا كي مات الرسول صلى الله عليه وسلم ومات سيدنا عيسى وماتنا سيدنا موسى، باه استعرفوا به. عمرهم الجيل تاع اللي راه معاه استعرفوا به؟ عمرهم لا يستعرفوا به. والتاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. الشعب هذا هو بحد ذاته ما لانها ما يحبش الحق، يحب الباطل، يحب كما اليوم في سمسيت الطفل هذا، الطفل انا غدوه ما نجيش نصيب واحد يدير التليطون. اي انسان نشوفه داير اعلان ولا في التلفزيون ولا في قنوات يقول التليطون، راني ندير له ميساج ونسبه. لازم تبون تاعك اللي فوطيت عليه يديك فرنسا ولا يدير لك مستشفى. ما تجيش دير تليطون وما تجيش يعاونوك الناس، لان راك انتخبت تبون يدير لك احسن مستشفى او راح يداوي في الخارج. هكذا نعرف، ماشي يدير لك تليطون باش تروح للاشين ولا تروح للبرازيل ولا تروح ولا تروح لتركيا ولا تروح لتونس. لازم يقوم بيك،
ما تلقاش تريطون فوطيت عليه يدير لك احسن مستشفى ويداويك. اليوم هذا ممرض ما قدرش. كاين نواب مجلس الشعبي الوطني، كاين ابيوي، كاين جمعيات، هذا وين كانوا غايبين؟ حتى تجي قناه النهار تروح تديروا في بلي. من المفروض النواب تاع المجلس الشعبي الوطني هما اللي يساندوا الولايه تاع تيسي مزي. النواب راكدين، هذو النواب هذو تاع كشمير، هذو من المفروض عندك نواب، عندك مجلس شعبي ولاي، عندك من المفروض. انا التليطون خطوها، يزيد واحد يقول لي التليطون، ندير التليطون، قال عندك تبون، روح التبون تاعك، رشحته درته رئيس، روح يقوم به. لا يقدر يدير احسن مستشفى اللي فيه اختصاص كاع، احسن اطباء في العالم هما الجزائريين، ونفتخروا بها وكل شيء. وشكرا.